نتوقف عن التطوير وعن التحسين، وما دائما نتأثر باللي بيجينا من انتقادات من برا، لأنه إرضاء الناس غاية لا قدرة. لكن يجب أن أقول نحن إنه نعمل ونطور، وإذا نحن اكتشفنا شيء يجب تحسينه، أنا أتمنى دائما أقول داخليا نحن نعمل عليه أفضل من إنه أحد ينتقدنا، لأنه لما ينتقدك بينسى كل الشيء الكويس اللي عندك، وفقط بيجي على نقطة معينة يركز عليها ويكبرها ويعملها يعني قضية كأنها ما تنحل. أنا حقيقة شخصيا لمست السنوات الماضية تطور مرة كبير. إن شاء الله أنا متأكد الفترات القادمة أمور كثيرة تتحسن وتتطور، في ميزانيات جاية إن شاء الله، ما حننسى الصحة وتخصيص مبلغ جيد السنة لكم.